السلام عليكم، دعوني أشرح لكم القطة الصغيرة هذه التي هي عبارة عن رايدر للدواكر. تستطيع تركيبها على كل أنواع الأجهزة، سواء كانت OIS أو كانت الأجهزة القديمة اللي هي ميكرو، أو الأجهزة الحديثة اللي مداخلها تايب سي، وأيضا تركب في مداخل السيارة MP3 أو في مداخل اللابتوب USB. طبعا القطعة هذه أصلية وتتحمل كل أنواع الأجهزة، وأيضا أنا استخدمتها لمدة تتجاوز السنتين، كل يوم استخدمها ولا أستغني عنها أبدا. إذا أردت نقل البيانات من جهاز إلى جهاز، خاصة من آيفون إلى جهاز آخر، لأن الآيفونات لا تدعم استخدام الذواكر الخارجية، هذا هو يغنيني عن استخدام الذاكرة الخارجية لأجهزة الآيفون، وأيضا استخدمها حتى في الأندرويد. وأيضا القطعة هذه جدا أصلية. دعوني أشرح لكم القطعة هذه وطرق استخدامها. السلام عليكم، اليوم جايب لكم شرح لهذه الوصلة متعددة الاستخدامات، اسمها كارد رايدر. عدة استخدامات لها. طبعا هذه القطعة الأصلية أنا استخدمتها أكثر من سنتين ولا تزالت شغالة معي، استخدمها يوميا، جدا ممتازة. هذه تعمل على كل أنواع الأجهزة، سواء كان ايفون او اس او الاجهزة الجديدة مداخل التبسي او القديم الميكرو او العادي التبسي. هذا قارئ الذاكرة. الذاكرة طبعا تدخل في هذه الاتجاه، بعد ذلك نستطيع شبكة اما في مدخل USB في الكمبيوتر العادي او في اي جهاز متنقل يدعم هذه المداخل. طبعا الاجهزة العادية اجهزة الهواوي واجهزة السامسونج الاندرويد بشكل عام تقترع تلقائيا مجرد ان نقوم بشبكها. هذا طبعا المدخل القديم على الميكرو، هذا مجرد أجهزة الأندرويد، مجرد أن تنشبك تعمل تلقائيا كما تشاهدون. نجد هنا كما تشاهدون، نجد هنا هذه هي محرك أقراص لنقل البيانات ملفات الوسائط. طبعا نذهب إلى مدير الملفات إذا أردنا نقل أي شيء عليها. هذه هي الذاكرة الموجودة هنا في القارئ. نستطيع نقل أي ملفات عليها، سواء من الفيديو، سواء من الصور، سواء من أي شيء نريد. نذهب إلى ملف الصوتيات هذا، ثم نختار مثلا أي ملف هنا، ثم نعمل نسخ أو نقل إذا أردنا نقله أو نسخه. بعد ذلك نذهب إلى USB ستور، هذا هو. طبعا نسوي تم هنا، الآن تم النقل إلى الذاكرة الخارجية هذه اللي موجودة في القارئ، ولإخراجها كل ما علينا هو سحب زر الإشعارات ثم ضغط إلغاء تحميل. هذا هو إلغاء تحميل، تم إلغاء تحميل محرك الأقراص. نقوم بتجربتها في أجهزة الOIS، أجهزة الأبل. أجهزة الأبل طبعا تحتاج إلى برنامج، بمجرد أن نقوم بشبكها في الجهاز سوف يقوم تحويلنا إلى المتجر، نقوم بتنزيل برنامج قارئ الملفات. نقوم بالاتصال أول شيء بالشبكة، بعدها نقوم بالاتصال بالشبكة. أول ما نقوم بإدخال القارئ في الجهاز سوف يأتينا هذا الخيار، يستخدم التطبيق لم يتم تثبيته وترغب في الحصول عليه، نعمل نعم. سوف يقوم بتحويلنا إلى الماركت للسوق،
هذا هو البرنامج، هذا برنامج تبع الشركة هذه كارد رايدر، نقوم بتنزيله. تم التنزيل، هذا هو البرنامج، اسمه iOS Pro. نقوم بفتحه كبرنامج عادي. طبعا هذه هي الملفات الموجودة في الذاكرة اللي قمنا بنسخها قبل قليل من جالكسي. هذا هو ملف صوتي، وهنا هي الملفات، هذا الملف USB، وهذا الايفون. اذا اردنا نقل شيء من الايفون سوف نذهب نعمل سماح للوصول للصور، سوف نختار اي صورة مثلا او فيديوهات، نقوم بالتحديد. ثم نقوم بالتحديد، نعمل النسخ، نذهب الى OIS، هذا هو الاسم الذاكرة القارئ اللي في الذاكرة، ثم نختار هنا اللصق. الان سوف يتم نقله الى الذاكرة الخارجية. هذه ملفات الايفون اذا اردنا نقلها بواسطة القارئ هذا كارد رايدر. هذا طبعا شركة اصلية وممتاز جدا، وقمت بتجربته. ننتظر حتى يكتمل. طبعا سريع جدا ما شاء الله، هذا الملف كبير جدا والنقل سريع. نقوم بتجربته في الجالكسي، نشوف المقطع الذي قمنا بنسخه الان. نحرك اقراص USB مع الفتح. هذا الملف اللي قمنا بنسخه تقريبا مساحته نص جيجا. هذا هو مقطع الفيديو اللي قمنا بنسخه في الذاكرة من الايفون، يشتغل في الجالكسي. سوف نقوم بإلغاء تحميله. قمت بتجربة الـ USB من بيكم. هذا محرك الأقراص، وهذا هو المقطع اللي قمنا بنسخه قبل قليل. هذا من الجالاكسي، هذا من الايفون. بعد ذلك نذهب الى خيارات الاخراج، ثم نعمل ازالة الجهاز تماما، اخراج OIS. يمكنك ازالة الاخراج بامان. كما شاهدنا هذا هو الشرح. طبعا هذا اسم الشركة كارد رايدر، هذا طبعا شركة اصلية جدا ممتاز، ويدعم كل الاجهزة، سواء كان تاب سي، كان ميكرو، كان OIS، كان USB. كل الخدمات هذه قطعة جدا صغيرة، كل الخدمات موجودة فيها، لا احد يستغنى عنها. وشكرا لكم، معكم فوز الوصابي، ارجو ان تنال اعجابكم، وارجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. والى اللقاء.